نتائج كارثية هي التي سجلها التلاميذ خلال الفصل الأول، لا سيما بالنسبة لأقسام السنة الأولى والثالثة ثانوي. هذا وستعقد هذا الاثنين عبر المؤسسات التربوية مجالس الأقسام للطورين المتوسط والثانوي. تلاميذ أرجعوا ضعف نتائج الفصل الأول إلى عدم استيعابهم للدروس. كاين شيوخ يجو يدير الدرس يكتب ويخرج نورمال، ما يفهمش، يقول لك دبر راسك وحنا باك. تلميذ ديالي عقبته نورمال، من بعد بداوني المشاكل مع لي فروف، ما ديت نوت مليحة، ما نعرف نقرا، نسلكها، كاين اللي خدمت فيهم، كاين 13 14. أما تلاميذ السنة الأولى فبرروا ذلك بتغير الأجواء من المتوسط الى الثانوي. كاين مواد ما خدمتش فيها، والفصل هذا ما بالك ندي واحد 11 هكذا. علاش؟ شغل بدل عليك الحال. ايه تبدل الحال، شغل جو جديد هكذا ما تكونش فاهم. على معدل عندي علوم شرحيه سهله. بريمير تيليمس طلعنا هذا العام، رانا بريمير ليسي، شغل جينا مستوى، شغل دخلنا جو واحد اخر. على بها كاين ناس اللي حبطت وناس اللي طلعت، كيما في المستوى ديالي انا شوف روحي حبط، كنت نعرف نقرا بزاف في السيا، لحقت ليسي شغل تبدلت عليا نظره، بقيت غير في الموت موت راني ندي 20. اما الاساتذه فكان لهم رايهم. النتائج فيما يخص الفصل الاول وحسب المعطيات وحسب العمل تاع التلاميذ ان شاء الله نتائج مقبوله ان شاء الله فيما يخص المؤسسه تاعنا. يبدو ان التصريحات الاخيره لوزيره التربيه الوطنيه التي ارجعت ضعف التلاميذ الى ضعف الاساتذه في محله بدليل النتائج الكارثيه المسجله.